أما هلأ سلمى منرحب بالدكتورة سلوى بري، أخصائية في علاج تقويم الأسنان. يسعد صباحك ورمضان صباح كريم. أهلا رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك دكتورة. ميرسي. يعني مثل ما تابعنا مع حضرتك بالإنترو، مشاكل صحية عديدة ممكن تكون أو تأثر على صحة الأسنان خلال فترة الصيام. خلينا نتعرف بالبداية على أبرز هاي المشاكل ممكن يعاني منها الناس. هلا اول شيء بالنسبه للمشاكل، انه خلال الصيام، هلا الصيام بشكل عام ما بيعمل عندي مشاكل صحيه، بالعكس هو مفيد جدا للصحه، بس بيترافق مع الصيام بسبب قله دخول السوائل على الجسم وقله الطعام، ممكن انا يصير عندي جفاف بالفم، يؤدي عندي اكثر شيء دائما بيشكو منه العالم هو رائحه الفم الكريهه. اما كمشاكل صحيه ما في عندي مشاكل بتترافق مع الصيام. بس قلت يمكن فعلا من المشاكل الشائعة اللي بيعانوا منها كتار خلال فترة الصيام هي رائحة الفم الكريهة. خلينا نحكي عن المشاكل الأساسية، لأنه قلت يمكن ما بتكون هي أساسا مشكلة، بتكون مزبوط. مشكلة سابقة مزبوط. وتأثرت خلال فترة الصيام. مزبوط. هلا هي رائحة الفم بالسبب الأساسي إلى أنه مثلا يكون عندي نخور بالأسنان. تمام. ممكن يكون عندي مشاكل لثوية، ممكن يكون عندي مشاكل بالمعدة، مشاكل بالجيوب، باللوزات، كل هاي ممكن تؤدي عندي لرائحة الفم. أثناء الصيام تظهر عندي هاي المشكلة بسبب جفاف الفم وقلة دخول السوائل والمي، واللعاب ما عم بيتغير بالتم، عم يضل عندي نشفان، يعني الواحد بحس دائما ريقه نشفان، ما قدران، ما في يعني لعاب، عم تتغير حموضية الفم وقلويته، فمشان هيك بصير الواحد بحس انه عم تطلع ريحة الفم، بس بيكون هو بالاساس في إلها سبب، يعني سبب عضوي، عرفتي، ان كان من الاسنان ولا من الجسم. طيب دكتورة خلينا نحكي عن مشاكل اللي هي ممكن تكون لها علاقة بالتهابات، يعني بعض الأشخاص بيتركوا حالهم، بنعرف بالعادة لحتى يوصل السن ليلتهب وشكل وشه يتغير لحتى يروح لعند دكتور ويقتنع أنه هو بده دكتور. بعض هاي الحالات كيف ممكن نتعامل معها برمضان؟ وفي كتير ناس بتخاف أنها تروح إذا في عندها مشكلة بسنان، بتقول ما بدي أفطر، ما بدي اعمل اسناني مشان ما افطر. تمام. خلينا نحكي عن هاي الامور. هلا هو انا دائما بنصح انه قبل شهر رمضان انه العالم كلياتها تتوجه تشيك على اسنانها. اول شيء يعني كرمال موضوع الافطار، هو المعالجات السنيه عندي ما بتفطر، حتى ان كان ابره التخدير دائما بيسالونا المرضى هل هي ابره البنج انه بتفطر؟ لا ابدا، يعني نحن حتى لما بنشتغل بالسن دائما بنحاول انه المريض ما يبلع اي شيء، دائما نحط له سكشن، نشط له اي شيء بيتمه ان كان لعاب او اي شيء. بالنهايه يعني لما الانسان بيكون في الم او يعني وجع كبير، يعني مضطر انه هو يعالج اسنانه، بس دائما دائما يعني اذا واحد بيحاول يلاحق الموضوع قبل ما يصير عندي شهر رمضان، هو هذا الشيء اريح ان كان للطبيب اثناء العلاج وان كان للمريض، يعني مريح اكثر له. طيب خلينا نحكي عن تنظيف الاسنان، قديش كمان بيلعب دور خلال فتره الصيام بنظافه الاسنان، ريحه الاسنان وسلامه الاسنان؟ يعني في كثير من الناس بتقلك انا فرشيهم بشكل مستمر لكن في عندي مشاكل. خلينا نحكي مو فقط هي انك تفرشي اسنانك، في كمان امور اخرى مثل تنظيفهم بالخيط، بشكل في عالم تكون مركبه فينير كمان بياثر بشكل او باخر. هلا طبعا دائما تنظيف بالعياده كل 6 شهور عند الطبيب كثير مهم لتقليح اللثه، هذا الشيء كثير مفيد، يعني بالاضافه لتفريش الاسنان دائما. هلا بشهر رمضان دائما نحن بننصح انه يكون تفريش الاسنان بعد وجبه الافطار، وحتى بعد كل اي وجبه عم ياكلها بعد الافطار وكل مده السحور، خاصه بعد السحور، يعني يعني تفريش الاسنان بعد السحور كثير مهم، لانه مثل ما بتعرفي رح يصير عندي وقت كثير طويل الواحد اكل تسحر وكل هالوقت هو صايم، فتراكم الاكل بيطلع عندي ريحه التم. والشغله الثانيه كمان غير تفريش الاسنان، المضامض، حتى انه ممكن الواحد الغسول بشكل مستمر، هي الثقافه مش كثير موجوده، لا لازم الواحد يمضمض تمه، او مثلا حتى اثناء السحور مثلا نحاول يخفف من شرب السكريات، حتى وقت الافطار يعني مثلا الاكل اللي له ريحه مثلا البصل، الثوم، هالشغلات اللي بيشكي طبعا من رائحه الفم، يعني نحاول نخففها اثناء السحور، لانه بعد السحور رح يضل الخيط. كل قد تقريبا الخيط؟ كل ما فرشيت اسنانك نطفي بالخيط، يعني بس في كمان ناس ما كثير ما بتعرف تستخدمه، بصير عندهم نزيف باللثه، بصير بيجرحوا الستون. طيب فبيراجعوا الطبيب، بيعلمهم بالعياده كيف يستعملوا الخيط. طيب دكتوره في ناس بيفرشوا اسنانهم مرتين بس باليوم، بيقولوا اول ما بفيق من النوم بفرش اسنانه، وقبل ما ينام. في ناس بتغفل اللي هي الفترات بقلب النهار، بعد الاكل، بعد الفطور، بعد السحور، مثل ما قلتي، هل هي النظافه الفمويه كافيه ولا
ولا لا انا بكون عم عرض الفم لحتى يتراكم فيه طبعا بقايا الاكل وبقايا طبعا اللعاب الممزوج بالاكل واللي ممكن يؤدي الى التسوس او تصبغ الاسنان. هلا مرتين باليوم ما يعني فينا نقول ما له كافي 100%، بس هو منيح يعني بالمعدل المقبول، بس الافضل شيء كل ما الواحد اكل وجبه يفرش اسنانه من بعدها، لانه هي رائحه الفم ولا ان كان الجير اللي بيتراكم على الاسنان هو بيتغذى على السكريات وعلى الاكل والفضلات الاكل اللي بتضل على الاسنان، هي بكتيريا بالنهايه، يعني هالتراكمات البيضاء القلحيه اللي بنشوفها واللي هي سبب كمان من اسباب رائحه الفم، هي سببها تراكم الاكل، واجت البكتيريا تغذت على هي التراكمات وفضلات الاكل وصارت موجوده عندي. اكيد. وفي ناس بعض الاكل بيستخدموا العلكه لما ما بيفرشوا اسنانهم. لا، هو موضوع العلكه بس او المسكه هي يعني ممكن نحن نقول اثناء شهر رمضان بعد الافطار لزياده كميه اللعاب بتتم، مشان ما نحن بنكون صار عندي جفاف بالفم ونقص باللعاب، فالعلكه بتحرض عندي افراز اللعاب. بس بتنظف هي؟ لا اكيد ما بتنظف. في ناس بتقولوا انه لا لا ابدا، بالعكس هي عباره فيها سكريات، يعني حتى لو كانت شوجر فري يعني، بس انه لا ما بتنظف الاسنان ابدا يعني. طيب، في كثير من الناس بيعانوا يمكن مثل ما قلتي من مشاكل باسنانهم رغم تنظيف اسنانهم، مثل تصبغات، في مشاكل باللعاب بتاثر على الاسنان بتشكل ماده بيضاء، خلينا نحكي عن هي المشاكل الشائعه وكيف ممكن نعالجها. هلا اول شيء اثناء شهر رمضان يعني نحن ممكن نشوف نلاحظ انه نخور الاسنان عم بتزيد عند المريض بسبب كمان انه اللعاب مثل ما بنعرف انه فيه يعني تنظيف غريزي للاسنان، يعني اذا كل ما عم ينفرز عندي اللعاب عم بينظف لي عندي الاسنان، هو صحيح ما بكفي لازم نحن نفرش اسناننا، بس سبحان الله يعني انه اللعاب بينظف عندي الاسنان، فبلاحظ برمضان انه عم يزيد عندي النخور بسبب طول فتره الصيام. تمام، يمكن اي فتره الصيام وبالفطور بتلاقي كل ما لز وطاب طبعا إجباري. يعني ما فينا نقول للواحد ما ياكل يعني ما هذا الشيء، اي بس انه نحاول قد ما نقدر يعني يكون ويكون فيه فيتامينات كثير يعني يعني يكون مثلا فيه ناكل الفواكه، ناكل الامور الصحيه يعني، ونخفف من السكريات، نكون وقينا حالنا من النخور ومن امراض اللثه اللي ممكن تصير معنا. اكيد. دكتوره، بعض الاشخاص يمكن حكيتي ببدايه حديثك بيكون سبب رائحه الفم هو مو الاسنان، بيكون له علاقة بجهاز الهضمي أو مشاكل أخرى. بعض النصائح الرائجة أو اللي بنسمعها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي شرب الشاي مثلا، بيقولوا أنه الشاي هو فيه مواد منيحة لمينا الأسنان وبنفس الوقت ممكن يروح ريحة التم وهيك، شو رأيك ببعض هاي خليني أقول المعلومات اللي بتنتشر عن بعض المشروبات اللي ممكن تحمي الاسنان وبنفس الوقت تروح ريحه التم؟ هلا من ناحيه انه تحمي الاسنان ما في هيك شيء نهائيا، بس بجوز مشان رائحه الفم ممكن انه نحن لما بنشرب الشاي الاخضر مع النعناع، طب مثل ما بنعرف انه النعناع بيروح ريحه الفم، في ناس ممكن تشرب القرنفل، الزنجبيل، هالمشروبات هي كرمال رائحه الفم يعني او فوائدها الصحيه للجسم، اما بالنسبه للاسنان بشكل خاص لا ما في ما بتعمل لي اي فائده، بالعكس الشاي بيعمل تصبغات للاسنان. معلومات خاطئه يعني. خاطئه هي، بالعكس الشاي يعني بيعمل تصبغات هو والقهوه والنسكافيه وكل هالمشروبات هي يعني. طيب خلينا نرجع على رائحه الفم الكريهه، في كثير من المشاكل الصحيه ذكرناها، خلينا نذكر بعضها، يعني في كثير من الناس بتقول لك انا بفرش اسناني بنظفهم بس بعدني في عندي رائحه فم كريهه. لما تكون مشكله مثلا صحيه بنقول مثلا سبب اللعاب او سبب الجهاز الهضمي او سبب اللوزات. هلا اول شيء ممكن انا يكون عندي سبب مثل ما قلنا نخور الاسنان، ممكن يكون عندي خراجات بالاسنان، هي كلها بتعمل عندي روائح فم، ممكن يكون عندي جيوب لثويه بدها ممكن يكون عندي مشاكل باللثه، طبعا بالاضافه لمشاكل المعده، اللوزات، هذا كلياته ممكن يعمل عندي رائحه فم، فنحن لازم نعرف السبب الاساسي للي عم يعمل عندي رائحه الفم ونحل هذا الموضوع. اكيد. يعني معلومات كثير قدمتي لنا اياها دكتوره اليوم، بدنا نتشكر وجودك اكيد وعلى كل النصائح اللي قدمتيها. اهلا وسهلا. هلا اكيد نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا.